السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبس المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد تسبب خطأ في موت 4 أشخاص. أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهم كريم الهواري 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات لتسببه في الحادث الذي وقع في الشيخ زايد وأسفر على مصرع 4 طلاب الجمعة الماضية. وأسند النيابة للمتهم وفق بيان النائب العام اليوم الأحد اتهامات بإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ في موت 4 نتيجة إهماله ورعونته، عدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانون الحالة قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحت تأثير مادة مخدرة وأخرى مسكرة، وما ارتبطت بالواقع من جنح أخرى. وكان تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي قد أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهر مخدر ومادة الكحول الأسيلي. وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير وجاري استكمال التحقيقات. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.